على موضوع الهالات السوداء. طيب نقول اسباب الهالات السوداء دي ايه؟ الايه؟ الاسباب بتاعه الهالات السوداء. اسبابها اه اتفضلي. السمك بتاع الجلد عموما هنعتبر ان هو 2 مللي. السمك بتاع الجلد حوالين العين نص مللي. فاللي بيحصل ايه؟ ان الجلد ده بيكون الى حد ما شفاف، فبيبين لنا اللون بتاع الاوعيه الدمويه الموجوده تحت الجلد. علشان كده لما بيحصل انيميا بنحس ان فيها هالات سوداء. لما بيكون في نقص الاكسجين بيكون فيها هالات سوداء. لما بيكون في ضعف في الدوره الدمويه بيكون فيها هالات سوداء. كمان 60% من الهالات السوداء بتكون جين. يعني مثلا العيله كلها عندها النظام بتاع الهالات السوداء دي. ممكن نظام حياه غلط، سهر، شرب كافيين كتير، شرب قهوه، شرب نسكافيه، شرب كولا، الحاجات دي كلها بتعمل هالات سوداء. احيانا بيحصل فراغ تحت العين نتيجه السن او نتيجه نقص الكولاجين مع السن. دكتور طب السجاير برضو في الموضوع ده اكيد. كل العادات الضاره بتعمل لنا هالات سوداء لانها بتاثر على الدوره الدمويه، واحنا قلنا الجلد اللي تحت العين رقيق جدا فبيأثر على الموضوع ده. مع السن بيحصل نقص في الكولاجين. لما بيحصل نقص في الكولاجين الجلد ده بيضعف فبيبين برضو لون الاوعيه الدمويه، وبيحصل حاجه زي فراغ. نعم. الفراغ ده بيحسسك عارف زي البير، البير لما بتبص فيه بتلاقي لونه اسود. الفراغ اللي تحت العين لما الجلد ده بيدخل لجوه بيحسسك ان فيه لون اسود. لون مختلف عن البشره، ما بيبقاش اسود ولا حاجه، ده مجرد فراغ داخل جوه. طب علاجه ايه يا دكتور ده؟ احيانا في تصبغات. انت عارف ان البنت لو ما شالتش الميك اب بتاعها او ما شالتش الكحل بتاعها، قلم الكحل نفسه بيعمل تصبغات مع الوقت. في ماده معينه اللي هي بتعمل اللون ده مع الوقت بيعمل لها تصبغات. ففي عادات غلط احنا بنعملها بتخلي الهالات السوداء دي تظهر. على حسب السبب الهالات السوداء دي بتتعالج. يعني مثلا نقص الدوره الدمويه في حاجه اسمها كربوكسي سيرابي، بنحقن ثاني اكسيد الكربون تحت العين علشان يحسن الدوره الدمويه.